بدايتي بديت طبعا كهاوي أعشق هذا الفن، خاصة فن الغناء. فقدت الكويت والوسط الفني والغنائي أحد الصادحين في فضائها منذ أكثر من 40 عاما، مع رحيل الفنان غريد الشاطئ عيسى خورشيد عوض الذي وافته المنية عن عمر يناهز 61 عاما. يعتبر غريد الشاطئ من أبرز الفنانين الذين واصلوا مسيرتهم في خدمة الحركة الفنية والموسيقية في دولة الكويت منذ أوائل الستينيات، ومن الأصوات الغنائية التي واكبت مرحلة النهضة. يبقى الراحل بجسده فنانا من نوعية مميزة يعيش بيننا بما ترك من أعمال خالدة في ذاكرة الكويت وأهلها، كون المبدعين لا يرحلون. حفلت مسيرة غريد الشاطئ الطويلة بنجاحات ثرية وجماهيرية عريضة، لا سيما مع بدء انطلاقته المميزة، وأدى بتفوق خلال مشواره الفني العديد من الألوان الغنائية الكويتية، محققا لنفسه مكانة سامية بين زملائه المطربين. وساهم بتطوير أشكال الأداء الغنائي التراثي، ومنه فن الصوت الكويتي وفن السامري، من خلال تحويرات فنية على الجمل اللحنية التراثية ولغتها، مع المحافظة على إيقاعاتها وشكلها العام. ومن بين ما قدمه فن الصوت مع إيقاع المرواس وآلة العود، هذا اللون الذي يعتمد على الأداء المفرد وجهارة الصوت، وهو من الألوان التي ساهمت بانتشار الأغنية الكويتية. ويعتبر فن الصوت أحب الألوان إلى نفسه، إذ وجد فيه أصالة الغناء والمجال الرحب لانطلاق موهبته في الغناء التي رافقته منذ صغره خلال فترة الدراسة عام 1957-1958. لقد كانت بداية الراحل في مركز الفنون الشعبية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي كان يحتضن الأغنية الكويتية في تلك الفترة، عندما غنى عام 1960 صوت يمن هواه للفنان الكبير عوض الدوخي، ورافقه في غنائه عصفا الفنانون حمد الرجيب على آلة القانون، وسعود الراشد على العود، ومحمد التتان وعبد الحميد السيد على الكمان، وأحمد الزنجباري وصالح النافع على الإيقاع. واستمر تردد الراحل على مركز الفنون لوجود مناخ فني تنامت من خلاله مواهبه لتخالج آماله الكبيرة، بمرافقة كبار ذلك المركز، إلى أن عرض عليها مشرف المركز آنذاك الفنان أحمد باقر أغنية بمناسبة عيد الفطر، وسجل أول أغنية خاصة به عام 1961 بعنوان يا مرحبا بالعيد، من تأليف وألحان ابن الصحراء. وتعتبر أغنية جودي لا تهجريني، وهي من تأليف الشاعر منصور الخرقاوي وتلحين الفنان حمد الرجيب، أقرب الأعمال إلى نفسه باعتبار أنها كانت وراء انطلاقته الفنية وبطاقة عبوره إلى قلوب الجماهير. ومن بين أهم إنتاجاته سلسلة أعمال جمعته بالفنان الملحن غنام الديقان وبالشاعر بدر بورسلي، حيث كان ثمرة ذلك التعاون حسب تنج تصونين الأمانة وعجيبة ومسموح وغيرها من الأغنيات. ويذكر أن الفنان الراحل حمد الرجيب كان أول من أطلق عليه لقب غريد الشاطئ، وكان الفنان الراحل قد قال في جانب من مذكراته إن هناك 3 أشخاص لهم الفضل في بدء حياته الفنية، وهم مساعد بروسلي وعبد الرزاق العدساني وعبد الكريم مراد. Thank you.
سهام الأغنية الكويتية. يعني أنا أعتقد يعني طبعا هي بدأت طورت من السبعينات. نعم. يعني بدأت تطور من السبعينات، يعني هي طبعا نقول من نص الستينات تقريبا، لكن بدأت يعني تأخذ حقها يعني بالنسبة، أو يعني كانت تسمع مرة سبعينات و ففي كانت العناصر يعني موجودة. كان أيام الله يرحمه سعود الراشد، أحمد الزنجباري، الأستاذ حمد رجيب، الأستاذ أحمد باقر، يعني مجموعة حقيقة الفنانين، إبراهيم الصولة ومحمد التهتان الله يرحمه، يعني مجموعة حقيقة، وهذيلا طبعا عثمان السيد طبعا الله يمسيه بالخير، يعني هذه المجموعة كانت موجودة فساهموا بتطوير الأغنية. عبد الرحمن البعجان، يعني خاف بعد اخاف انسى اسامي، يعني يزعلون علي يقول ايش ما قلت، يعني انت حددت الحين اسامي توهق. من الستينات تقول ولا يعني من الستينات تقريبا، خلينا نقول من الستينات، يعني بدات الاغنيه تتطور من الستينات، من خلينا نقول من اغنيه سعود الراشد اللي هي مناحه ورقن، اللي طبعا مناحة ورقن وبعدين يا بوم يا سفار، فيعني يمكن اول فنان راح سجل في مصر اول واحد اللي هو الفنان سعود الراشد، وبعدين ايضا شاذ الخليج سجل ايضا في القاهره، قبلها كان مسجل طبعا لي خليل الحسين وفرحه العوده، ويعني الاغاني هذه. الاغنيه الان طبعا ما يعني ما نقدر نقول الاغنيه الكويتيه الان، يعني في اعمال ايضا حلوه وجيده وكلمات حلوه والحان، وطلعوا ايضا شباب يعني ملحنين شباب حلوين، يعني راشد الخضر، انور عبد الله، محمد الرويشد، عبد الله الرميثان، سليمان ملة، يعني يمكن في بعد مجموعه انا ما اتذكر اساميهم لان شباب كلهم متعلمين هذيلا. المناسبة يعني المؤلمة، كل ما هنالك احنا نتمنى نترحم على فناننا الكبير الأستاذ غريد الشاطئ، وما في شك الأستاذ غريد الشاطئ كان من رواد الفن الذين شاركوا في تطوير الفن سواء الغنائي أو الأدائي في بداية الستينات، مع المجموعة اللي بدأت في تطوير الأغنية وعلى رأسهم الأستاذ الكبير الفنان أحمد باقر، والأستاذ الكبير شاذ الخليج، والأستاذ المرحوم الراحل الأستاذ حمد رجيب. وننتهز هذه الفرصة الحقيقة عشان نترحم على فناننا الكبير ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا كل اللي أقوله رحم الله الفقيد الفنان غريد الشاطئ عيسى خورشيد، ونتمنى إن شاء الله أنه يعني الله سبحانه وتعالى يتغمد بواسع رحمته، وفي نفس الوقت لا شك أن الساحة الفنية فقدت فنان يعني قدم الكثير من الأغاني و ملأ مكتبة الإذاعة وشارك في كثير من المناسبات الوطنية
وجميع المناسبات اللي كانت الحقيقة يعني تمر في الكويت. كل اللي أحب أقوله أنه بالفعل يعني لا شك أن الساحة الفنية خسرت واحد من أعمدتها. أتمنى الفقيد الرحمة والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يدخله في زيحة جناته. أقول رحمة الله الواسعة عليك يا أبو عبد الله، من الرواد ومن الأساتذة اللي طبعا تركوا أثر طيب، خدم بلده باللي كان يقدر عليه، وما نملك إلا أن احنا نترحم عليه، وعسى الله يجعله من المرحومين ويغفر له. وفجيعة بالنسبة لنا وفاته، ولكن قضاء الله وقدره. الله يرحمك يا أستاذ غريد، الله يرحمك يا أبو عبد الله. كنت يوم قبل كنت انا في المدرسه كنت العب قدم وكذا، لكن بعد ما هذا ما كنت اتحرك يعني. مشي ساعات امشي على البحر امشي، مو بس مو على كل وقت يعني. جميل. بس كنت اول متعصب حيل يعني حق المنتخب وحق النادي، لكن الان خلاص ما يعني اعصب شويه، لكن بين وبين نفسي اقعد ما اروح الملعب، لان حصلت معي حادثه يعني غريبة وعجيبة. كيف؟ كانت في لعبة حق نادي في لعبة القادسية والعربي، أقطاب الكرة الكويتية. بطولة يعني القادسية والعربي بطولة، أي فريق يفوز ياخذ بطولة. فقلنا ذيك اليوم خلنا نروح الملعب. رحنا الملعب قاعدين نشجع، واحد كان قاعد يمي الظاهر سب الحكم أو غلط على الحكم شغلة كذي، وقف الحكم صفر وقفت المباراة. ما وعيت الا الشرطي جايني انا، اشوف الحكم قاعد يأشر والشرطي جاي سيده جايني انا. نعم، كان يقول لي انت فلان؟ قلت اي نعم. كان يقول انت رجال فنان وراك سبيت الحكم؟ قلت انا ما سبيت الحكم ولا غلطت عليه، انا اللي سبيته. قلت يا اخوي هذا واحد كان قاعد يمي. قال لا انت طلعت ولا هذا فعلا؟ قلت له يا اخوي هذا اللي قلت له وين هذا؟ اذا هو عند يعني عنده شويه يعني في عنده شويه رجوله خلي يقول انا قدام الجمهور، الحين انا يعرفوني فلان كذا فنان معروف، والجمهور كله هدوا الملعب قام يطالعوني انا. فابا عبد الله شلون جيني تسب الحكم؟ قلت يا شلون يقول ما سبينا الحكم احنا شلون تسب؟ لا انت ما انت المهم. الشرطي نزل راح قال حق الحكم، قال يبغى تدري هذا فلان بس يقول مو انا. كان يسوي انه الحكم مشى المباراه. قلت بعد توبه، طلعت ما كملت الجيم على طول، رجعت سيارتي سلمت انا اروح البيت. المهم ومنها بعد ما رحت لاي مباراه. المهم وقتها من اللي فاز؟ والله اعتقد العربي. Get out of the sun.
ملكت الراس يوم ملكت الكاس والله ورفعت الراس يوم ملكت الكاس غنونا كل الناس يا نشرك العب العب بالساحة يا كويت يا كويت يا كويت فنك يا لاعبنا تشهد ملاعبنا فنك يا لاعبنا وبهمتك فزنا يا الازرق العب العب بالساحة يا كويت يا كويت يا كويت يا الازرق العب العب بالساحة يا كويت 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 السعد فالج يا الازرق العب العب بالساحة يا كويت يا كويت يا كويت يا كويت يا كويت كانت شهرته سريعة جدا مع قيامه بغناء أغنية جودي لا تهجريني التي كتبها منصور الخرقاوي وألحنها حمد لرجيب، وقد نجحت الأغنية نجاحا كبيرا وتوالت من خلال سلسلة من الأغنيات تلتها نجاحات عدة، والتي كانت من بينها مسموح وعجيبة وسلموني، وكانت تلك قفزة نوعية في حياته أصبحت أنموذجا فنيا راقيا للأغنية الكويتية الحديثة، وهي من كلمات الشاعر بدر بورسلي وألحان الفنان غنام الديقان الذي قدم له مجموعة من الألحان الناجحة. من يتابع عطاءات الراحل فإنه سيجده قد غنى السامريات والأصوات والأغنية الوطنية والأغنية العاطفية والأغنية الرياضية ناهيك عن الأوبريتات، كما أنه كان أحد نجوم حفلات مسرح سينما الأندلس خاصة في فترة السبعينيات. والجميل في الفنان غريد الشاطئ أنه غنى لشعراء مثل فهد بورسلي ومنصور الخرقاوي وشعراء ينتمون لأجيال مختلفة مثل مبارك الحديبي وبدر بورسلي الذي كتب أجمل أغانيه مثل أغنية مسموح وغيرها، لينتقل إلى مرحلة حديثة وجديدة ومتطورة في الغناء مع حرصه الكبير على المحافظة على هوية الأغنية. لقد وجد ضالته مع غنام الديقان وإبراهيم الصولة وخالد الزايد ويوسف المهنة، وقد أصر على هويته الكويتية المعجونة والمطحونة بأحاسيسه، فرفض أن يغني إلا بالدشداشة الكويتية
حتى عندما غنى أغنيته اللبنانية الشهيرة بتروح لك مشوار. الفنانين الحقيقة خسارة كبيرة. أبو عبد الله رحمة الله عليه فنان متميز، غريد الشاطر رحمة الله عليه، والحقيقة ما أبي ألوم الجهات اللي قصرت بحقه، لكن هو إن شاء الله استغنى وقدم له رصيد، قدم حق الكويت فن الكويت والخليج، ففن بفن المتميز. أتمنى الله يتغمد أبواس جناته ونحفظ حقه في من خلال التسجيلات الجميلة والأغاني اللي كانت تسعد الكويت والخليج وكل العالم العربي كله. رحم الله غريد الشاطئ عيسى خرشيد، كان من أعذب الأصوات ومن أحسن الناس خلقا، وكان بعيد عن أي مشاكل، كان تستمتع بصداقته وكلامه المرح وعلاقته مع الناس الطيبة. رحمة الله على غريد الشاطئ، عظم الله أجركم. حقيقة مأساة كبيرة، يعني الكويت فقدت واحد من رموز الفن وواحد من أبنائها حقيقة، اللي يوم الأيام كان له صيت بالأغنية الكويتية، واللي حقيقة وصل إلى مرتبة عالية جدا بين الفنانين الكويتيين خاصة وعامة في الخليج. بلا شك يعني فقدنا هذا الإنسان، ولا اعتراض على حكم الله، يعني نتمنى إن شاء الله يسكنه فسيح جناته ويتقبل الله ويوسع عليه ويغفر له، ونتمنى إن شاء الله البقى براس عياله، وراح يكون اسمه خالد بإذن الله. نعزي جميع الفنانين الكويتيين ونعظمهم الأجر، ونقول هذا أمر الله، وعسى الله يغفر له ويتقبل منزله ويغفر له ذنوبه، وادعونا إن شاء الله إن الله يغفر له ذنوبه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. نعزي أنفسنا بفقيدنا الغالي الفنان عيسى خرشيد غريد الشاطئ الذي انتقل إلى جوار ربه. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. الحقيقة الساحة الفنية خسرت هذا الإنسان الذي بدأ من الصفر، بدأ وأثرى وأعطى للحركة الفنية الشيء الكثير. هذا الفنان الذي حافظ على تراث البلد وعلى أصالة البلد فيما قدم وانزوى في الآخر، يريد أن يحافظ على ما قدمه. تحية لك يا أبو عبد الله، والمغفرة والسلوان من الله سبحانه وتعالى، أن يهلم أهلك الصبر والسلوان، وأن يغفرك وأن يوسع منازلك إن شاء الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حسبت انك تصونين الأمانة، تعرفين الوفا مثلاتي أنا. حسبت الطيب بعيونك يبين، حسبت زرع زرعته في مكانه. أثاري الطيب ما ينفع مع اللي هجرتنا ومعرفة قيمة هوانا. عجيبة كيف أخليها عجيبة، عجيبة وهي الدنيا وما فيها عجيبة. عزيزي المشاهد، كلمات هذه الأغنية للشاعر الغنائي
بدر بورسلي والحان الفنان غنام الديقان. Thank you.
يقول غريد الشاطئ: أنا إنسان عائلي، أجد سعادتي بين أسرتي، وخاصة بوجود زوجتي التي تشعر بسعادتي وألمي وتنفعل معي، وأنا كذلك. وزوجتي إنسانة مثالية ولطيفة جدا، فهي تشعرني بالوجود وحلاوة الأشياء، وتعيش معي المرارة لتخففها عني، وأنا بدوري سعيد لأن لدي أسرة أنشأتها بنفسي، إضافة إلى سمعتي بين الناس، وخاصة أنني لا أطمح إلى أي شيء إلا إلى الستر والصحة. أما الأشياء التي تثير سخطي فهي ابتعاد بعض الأصدقاء من الفنانين عني عندما ابتعدت عن الأضواء، خاصة وأنني كنت أعتز بصداقاتهم وكانت بيننا عشرة عمر، والآن لا أحد يسأل عني حتى عبر الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً الموقف لا ما يبي لأي تفسير، بس ما نقول رحمة الله عليه، عظم الله أجرنا كلنا في هذا الإنسان. فعلاً فقد الكويت فقدت إنسان مو عادي، فنان أثرى الحركة الفنية في الكويت، وأثرى الطيبة والأخلاق من بين الفنانين. فعلا هذا الإنسان يعني أنا فقدت صديق عزيز علي، عشت معه فترة طويلة وعرفت عادل يعني من قرب، خاصة في السفرات وفي الأماكن المهرجانات اللي رفعت اسم الكويت. وكان هذا الإنسان له مواقف جدا جميلة معانا ومع الفنانين ومع في المهرجانات الأخيرة، رحمة الله عليه، وقدم الله إن شاء الله روحه الجنة وجعلها إن شاء الله من أهل الجنة فينا وفي كل الجماعة والأخوان. وأعظم الأجر لأولاده عبد الله وعلي وكل الأخوان أهله، ما أقدر أقول أكثر من كذي. مع السلامة، مشكورين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الواحد شو يقول موقف مثل هذا؟ يعني كل اللي أقدر أقول أن الله يرحمه ويمد روح الجنة إن شاء الله. أنا عرفت إنسان عن قرب من خلال عمل وطني قدمته أيام الأزمة، ومن خلال أيضا كان معي بنفس الحملة في الحج يوم كنا مع بعض، فعرفته كإنسان وعرفته كإنسان، يعني كإنسان بالحج عرفته من خلال الشعائر اللي كنا مع بعض نأديها في حملة واحدة، وعرفته أيضا كإنسان وطني من خلال عمل وطني قدمناه بالقاهرة. فخسارة، خسارة كبيرة، الله يرحمه إن شاء الله ويغمد روح الجنة. طبعا الكويت فقدت يعني من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية وهم العربية، ورحمة الله عليه إنسان كان طيب، الناس تحبه وما عمره يعني زعل أحد، يعني كان قدوتي أنا، كنت كل لقاء يكون معاي كنت أذكر اسمه بالخير. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. الفنانين اللي نحب اللون اللي فيه طرب، لون الطرب الآن قليل اللي ماشي، هذا مو مشكلة يعني. دائما الآن اللون اللي مسيطر هو اللون الخفيف اللي هو الإيقاع السريع، النقازي أو كذا، وهذا اللي مثل ما يقولون. طيب احنا غنينا بالأبود، كنا غنينا براحة تروالة، وغنيت أنا يا حلوة يا قمرية، وغنيت مجموعة من الأغاني الخفيفة، بس احنا الأغاني هذه ما تمشي معنا الحين. لو أنا بيح بنزل شريط باللون اللي قاعدين الآن نسمعه ما راح يمشي معاي، لأن مو عن حكم السن يعني، حتى أحيانا يقول لك السن والله فرق السن أو كذا، لا بالعكس، لكن أنا أحب الطرب، أحب اللون اللي فيه طرب عشان يعني صوتي أعطيه أو أطلع إمكانيات صوتي، لازم أغني شيء فيه طرب.
انما لما اي اغني هالاغاني هذه اللي انا هالايام انا اسمعها هذه تقيد صوتي انا يعني ما تخليني اني انا اخذ راحتي في اني اصعد وانزل واعمل حركات واعمل كذا هذا هذه وبعدين ايضا من ناحيه التجاريه الان من ناحيه التجاريه عند الفنانين بعض الفنانين الان مثلا احنا كنا قبل ناخذ يعني يمكن مكافآت او كنا ناخذ دراهمات مثل ما يقولون يعني لا شيء بالنسبه الحين للفنانين يعني انا اتذكر كنت في الاذاعه مره انا مسجل اغنيه اعطوني 70 دينار ما 60 دينار في الاذاعه التلفزيون كانوا يعطونا ماكو 200 دينار 250 دينار يعني فالان الفنانين الموجودين الان او بعدين الفضائيات يعني خدمتهم الان الفضائيات الموجوده خدمت هؤلاء الفنانين قاموا يعملون لهم تصوير الفيديو كليب وفيديو كليب وشغلات هذه فانتشروا بسرعه وقاموا يعطونهم مبالغ خياليه فاحنا طلعنا في وقت ما في شيء اسمه فيديو كليب ولا في شيء اسمه فضائيات كان تلفزيون اسود ابيض وديكور يحطونه بالاستوديو ويحطون حطبتين كذي ملونين ها ويحطون اضاءه حمراء وخضراء وزرقاء كذي يقولون تعال يلا صور الان لا الان شوف الاغاني مع ان ترى انا مو من المؤيدين للاغاني الفيديو كليب لان قاعد التصوير هذا قاعد يضيع هويه الاغنيه او مجهود الفنان هذا يجيبون مثلا بنات يرقصون كذا وهذا ولابسه احمر ولابسه ازرق ومش عارف ايش واللي تعمل حركات ولقطه صغيره تلقى على هذا الفنان يعني تشوف يغني بس وينه وانا اللي قاعد يغني صوره مو صوت ماكو
كان فن الغناء لديه هواية، وهو في مقاعد الدراسة المتوسطة عام 1958، حيث كان يشارك في حفلات المدرسة بأغاني لكبار المطربين العرب. ولد عيسى عبد الله خرشد في مدينة الكويت عام 1941، وتلقى دراسته الابتدائية ثم المتوسطة في عدد من المدارس. وبعد هذه المرحلة اتجه إلى الغناء الذي بدأه كهواية ثم تفرغ له. في عام 1959 شارك مع فرقة المسرح الشعبي في مسرحية تقاليد التي أخرجها المرحوم محمد النشمي، وكان دوره بالمسرحية مطربا في حفلة زفاف، وقد عرضت تلك المسرحية على مسرح مدرسة الصديق. في عام 1961 تقدم إلى لجنة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت، وقدم اختبارا بالغناء، فاختارته اللجنة المكونة من أحمد البشر وحمد الرجيب وأحمد العدواني مطربا ضمن المطربين في ذلك الوقت، وقد أطلق عليه المرحوم حمد الرجيب اسم غريد الشاطئ. كانت أول أغنياته يا مرحبا بالعيد التي غناها عام 1961، ثم لحن له حمد الرجيب أغنيته الجودي التي كتب كلماتها منصور الخرقاوي. عين في الخامس من شهر يوليو عام 1962 في قسم الموسيقى في الإذاعة، وتقاعد في السادس من إبريل من عام 1996. الله يرحمه، يعني شغل فيه شهادتي فيه تقريبا مطعوم فيها، الله يرحمه بغمز روح الجنة. الله يسلمك، هذا اللي يقدر يقول. الله يسلمك، شوف التشيع محبينه لا اله الا الله، الله يرحمه بغمز روح الجنة وخلي عياله. الحمد لله ما خلف، ما هو عنده ذريته ان شاء الله تحمل اسمه. الله يسلمك، عائلته وكله مشكور. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني حقيقة لفتة الإنسان الطيب الله يرحمه أبو عبد الله، شيء يحز النفس طبعا، صدمنا حقيقة في خبر وفاته. لكن أتمنى أن إن شاء الله الجهاز الإعلامي ما ينسى أبو عبد الله في ذكرى وفي مواقفه حقيقة، وفاجأ لنا الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عزي روحنا نعزي العالم بوفاة الفنان الكبير وعبد الله غريد الشاطئ عيسى خرشيد. نسأل الله أن الله إن شاء الله يسكنه في سيح جناته. الحقيقة أن خسرنا مو بس أن يكون فنان، أخو وأبو للجميع يعني بالأمانة، وتفاجأنا فيه يعني حيل. وعبد الله إن شاء الله في كل القلوب راح يكون ذاكرته موجودة على طول إن شاء الله، والله يرحم الجميع إن شاء الله. شكرا. مايسترو وصديق مرحوم عيسى من حوالي 40 سنة، كنا بنتعامل طبعا فنيا مع بعض، كنت ألحن الأغاني وكان من الفنانين الممتازين جدا، ويتميز عيسى بالأخلاق الحميدة، و يعني فنان بمعنى الكلمة. ونتمنى إن شاء الله يكون مطبخ الجنة بإذن الله. حسبت إنك تصونين الأمانة، تعرفين الوفا مثلاتي أنا. حسبت الطيب بعيونك يبين، حسبت زرع زرعته في مكانه، أثاري الطيب ما ينفع مع اللي هجرتنا ومعرفة قيمة هوانا. رحم الله الفنان الكبير غريد الشاطئ
الذي كان وسيظل علامة بارزة للفن الكويتي في كل أنحاء العالم بما قدمه من أعمال خالدة وأغان ستظل تحمل بين طياتها وكلماتها اسم الكويت وأنفاس أهل الكويت الطيبين. ليس من السهل على جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أن ينسى الفنان غريد الشاطر وأغانيه الجميلة التي لا يزال يرددها أبناء هذه الأجيال إلى يومنا هذا، لأنها أصبحت جزءا من حياتهم ومعلما منها. بدأ الفنان غريد الشاطر حياته الفنية منذ أن كان في المدارس وفي الكشافة بالتحديد، وتدرج في النجاح حتى أصبح من نجوم الغناء الخليجي، وله العديد من المشاركات باسم الكويت في العديد من المحافل واللقاءات. وكان من جميل القدر أن أعد له حلقة كاملة في الإذاعة قبل 3 سنوات في برنامج بعنوان في حياة هذا الرجل، تحدث فيها عن رحلته الفنية الطويلة، فلمست فيه حياة الفنان الإنسان المتواضع الذي يحب غيره أكثر من فنه ويحب عمله ويتفانى فيه. تحدث غريد في لقائه عن أمنيته بأن يعود الفن الكويتي إلى الريادة من جديد، لأنه كما قال يمتلك المقومات الكافية التي تجعل منه الفن الأول في المنطقة، وهذه المقومات هي التي جعلت الفن الكويتي في المقدمة في الأيام الماضية، وله القدرة أيضا على أن يعود إليها من جديد. اعتقد أن هذه الكلمات هي الوصية الفنية التي يجب على كل الفنانين أن يأخذوها مأخذ الجد ويحملوا مشعل النجاح والتفوق والريادة الفنية التي أسسها نجوم بذلوا من وقتهم وجهدهم الكثير من أجل أن يوصلوا الرسالة إلينا اليوم، وفي مقدمتهم عيسى خرشد أو غريد الشاطر كما يعرفه الجميع رحمه الله تعالى. غريد الشاطر، أحقا رحلت، هل العذر خارج إرادتك؟ لأننا نؤمن بالقضاء والقدر وبالموت، سنقول لك كم هو صعب أن يموت عزيز. أظنك تعرف هذا الطعم عندما رحلت زوجتك عنك وأولادك. ستفتقدك الإذاعة، ستفتقدك جمعية الفنانين، الشعراء والملحنون والمطربون، حتى شوارع منطقة سلوى التي تقطنها ستفتقدك، وسيارتك، حتى الطاولة التي كنت تجلس عليها لتشرب قهوتك في مقهى مركز سلطان ستفتقدك. العاشقون، الشباب، الأطفال، الناس، مدرجات الملاعب التي يهتف جمهورها بأغانيك الرياضية التي صدحت بها. أور كمل، هيدو، زرق الفنايل، راكبين جمال وسط الملاعب، غنوا اليمال، سم هيدو يا حلو، ألا والله والنعم كويتي. ونقول معك ونردد منشدين مع المدرب واللاعبين والعشب، يمتكتك الكاسلك
لك وحدك من غير شك، ويلامس إحساس العاشقين وعتابهم الممزوج بأشواقهم المتدفقة. يلي تعذرت مسموح، لو ما تعذرت مسموح. التأثر تأثرت في غيبتك كم تأثرت.